تزامنا مع استمرار عمليات التجريف في أراضي عرب الأطرش، أقدمت الشرطة الإسرائيلية على اقتحام منازل أهل قرية سعوة في النقب، حيث تخلل الاقتحام واعتقال نحو 20 مواطنا وناشطا بينهم فتيات وصبية، فيما قامت بإطلاق الرصاص المطاطي وقنابل الصوت. اليوم الوقفة الاحتجاجية والمظاهرة هي ضد تهجير وتهويد أراضي النقب. مجتمعنا صار له من قيام الدولة بعاني من سياسات الاقتلاع والتهجير، وبعاني من سياسات التهويد، والدولة مستمرة في سياساتها. ولذلك إذا ما وقفنا كمجتمع وقفة واحدة ضد التهجير وضد التهويد، بنلاقي حالنا كمان 10 سنين مجتمع اللي بيتقاتل على قسائم الأرض بشكل يومي. وكانت قوات معززة من الشرطة الإسرائيلية هدمت خيمة الاعتصام التي أقيمت على أراضي عرب الأطرش في الجنوب، وصادرت الكراسي المعدة للمتضامنين، ومنعت المواطنين من دخول أراضيهم المستهدفة بالتحريش، في وقت شرعت الجرافات الإسرائيلية بأعمال التجريف، وذلك لليوم الثاني على التوالي. نحن الآن نقف على شارع 31 هنا بمحاذاة هذا الشارع، احتجاجا على عمليات التجريف التي تمارسها دائرة أراضي إسرائيل بالتعاون مع الصندوق القومي الإسرائيلي هنا في أراضي عشيرة الأطرش، حيث تجرف المحاصيل الزراعية في محاولة لزرع أشجار هي في مرادها تهدف إلى قلع الناس وإلى مضايقة على الناس وإلى ترحيلهم من أرضهم. حاصرت قوات معززة من الشرطة قريتي سعوة والرويس، ومنعت السكان من التوافد إلى المنطقة، فيما وفرت قوات الشرطة الحماية لجرافات السلطات الإسرائيلية وما تسمى الككال، التي شرعت بأعمال تجريف الأراضي تمهيدا لتحريشها، مع حضور أعضاء كنيسة وناشطين عن الليكود للتضامن مع جرافات الاقتلاع. يعني أنا من قرية العراقيب عانيت ما يعانون منه الآن منذ 2010، وأنا أعي جيدا خطورة الوضع الحالي، حيث أنهم يريدون الاستيلاء على كل أراضي منطقة النقع، ما يسمى بالنقع، نقع بيرسبع، هي أراضي خصبة جدا. وقد عم الإضراب الشامل قرى نقع بئر السبع ومدارس سعوة وخربة الوطن والزرنوق وبير هداج، فيما تتواصل النشاطات والفعاليات، وذلك في سياق البرنامج النضالي الذي أقرته لجنة التوجيه لعرب النقب ولجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل.